مشاهدينا الكرام، للتعليق على الشأن السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي التركي السيد إسماعيل كايا. أهلا بك سيد إسماعيل. بداية، 12 ساعة كانت كافية لإسقاط مدينة عفرين مع بدء اقتحامها، هل من مزيد من معلومات عن عملية الاقتحام؟ المؤشرات تقول أن لم تحصل مقاومة فعلية من قبل وحدات حماية الشعب ضد القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر بعد حصار المدينة والانتشار القوي في محيطها والقصف التمهيد الجوي والمدفعي على مواقع الوحدات الكردية هناك. يبدو أنها اتخذت قرارا بالانسحاب. الجيش السوري الحر وبدعم عسكري وناري من الجيش التركي تحرك بالساعات فجر اليوم. لم تحصل مقاومة فعلية مع بدء التحرك والعملية الواسعة التي استهدفت مركز مدينة عفرين. حصل هناك انسحاب فعلي للمسلحون من هناك ودخلت القوات إلى مركز المدينة بسهولة. لم تحصل مقاومة كبيرة، هناك قرار بالانسحاب، السيطرة تامة حاليا على مركز مدينة عفرين. بقي هناك مركزان أساسيان لسيطرة مسلحي وحدات حماية الشعب. نعم. المركز الأول في وسط عفرين في المناطق المحاصرة تماما وهو سيسقط تدريجيا. طيب، كيف يمكن توصيف هذا الانتصار عسكريا وسياسيا كذلك؟ يعني بالتأكيد هو انتصار عسكري للجيش التركي والسوري الحر، على الرغم من الخسائر التي وقعت في صفوف الجيش التركي. نتحدث عن 46 قتيلا من في الجيش التركي واعداد اكبر بكثير من يعني عذرا دعني اوضح بشكل، ما فوائد هذا الانتصار عسكريا وسياسيا كذلك؟ يعني عسكريا وسياسيا هناك فوائد كبيرة، أبرزها قطع ومنع وصل مناطق السيطرة الكردية في شمال سوريا. الوحدات حماية الشعب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية عملت على وصل مناطق سيطرتها في شرقي وغربي نهر الفرات وخاصة عفرين بمناطق منبج وشرق الفرات. هذه العملية إضافة إلى العملية السابقة التي تمثلت في درع الفرات، تعني أن مناطق السيطرة تقلصت بشكل كبير في شرقي في غربي نهر الفرات، وحلم إقامة كانتون كردي موصول من حدود العراق وحتى حدود البحر الأبيض المتوسط بات بعيدا كثيرا. هذا الحلم الذي اقترب بشكل كبير في الآونة الأخيرة بفضل الدعم الأمريكي الكبير تراجع بشكل كبير في إطار عملية عفرين. وإذا توصلت التفاهمات الأمريكية التركية في الفترة المقبلة لتفاهم فعلي حول سحب الوحدات الكردية من منبج، تكون تركيا قد أبعدت هذا الخطر الكبير عن حدودها. طيب. إلى درجة كبيرة جدا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في خطابه الجماهيري احتفالا بذكرى معركة جنق قلعة أن تركيا ستلاحق الميليشيات الإرهابية الكردية، هل هناك نية تركية لاستمرار التوغل في سوريا ومناطق أخرى كذلك؟ يعني أعتقد في المرحلة الحالية لن تكون تركيا متسرعة بفتح جبهة جديدة وتحديدا في منبج. يعني إذا تحدثنا عن تهديد مباشر، التهديد الأول يتعلق بمنبج. تركيا هددت في العديد من المناسبات وما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد، ولكن أعتقد أن هذا التهديد مرتبط أساسا بالمباحثات الجارية بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين حول ملف منبج. كان من المتوقع أن يعقد الاجتماع لجان التفاوض التركية الأمريكية حول منبج غدا، ولكن جرى تأجيله بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي. اللقاء سيعقد في 21 من الشهر الجاري بعد أيام، وسيتم طرح ملف منبج مجددا. إذا تم التوصل إلى توافق معين حول إقامة إدارة ذاتية وطرد الوحدات الكردية وحدات حماية الشعب، تركيا لن تكون راغبة في الدخول بعملية عسكرية. ولكن في حال تجدد الرفض الأمريكي واستمرار دعم الوحدات الكردية هناك، ربما نرى عملية تركية مقبلة في منبج بشكل معين ولكن ليس بشكل سريع جدا. المحلل السياسي التركي سيد إسماعيل كايا، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.